بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 5 هي عن الميكروبيال جينيتكس. احنا نعرف سابقا في تعريف الجينوم هو المادة الوراثية اللي موجودة في الخلية الحية، وهي المادة الوراثية عبارة عن الدي ان اي اضافة الى البلازميدات اللي موجودة. المادة الوراثية structure of nucleic acid and their replication. احنا من نيجي نحكي عن المادة الوراثية اللي هي الدي ان اي والار ان اي، الار ان اي والدي ان اي، اوكي. ف جينيتيك ماتيريال ليفينج اورجانيزم از ايذر دي ان اي اور ار ان اي. الدي ان اي هي الديوكسي رايبو نيوكليك اسيد، والار ان اي هي رايبو نيوكليك اسيد. الفرق بين الار ان اي والدي ان اي هو بالسكر الخماسي، واحد منقوص واحد عادي كما موضح في الشكل الاتي. الدي ان اي از ا فيري لارج مولكيولز ميد اب اوف لونج تشين اوف سب يونت. السب يونت هي النيوكليوتايد. الدي ان اي هو عباره عن سلسله طويله من النيوكليوتايدات. النيوكليوتايد هو مكون من ثلاثه مكونات، اللي هو بنتوز شوغر، فوسفات جروب، والنيوكليا نيتروجينس بيز، اللي هو نيتروجينس بيز القواعد النيتروجينية تو تايب. فإذا كانت الدي ان اي فعبارة عن ثايمين دائما يرتبط ويا الادينين، وسيتوسين دائما يرتبط ويا الجوانين. الثايمين والادينين دائما بالار ان اي، بدل الثايمين تجي مادة او القاعدة النيتروجينية اليوراسيل، يعني بدل الثايمين راح يكون عندنا اليوراسيل، والبقية نفسها، يعني الأدينين اليوراسيل ترتبط ويا الأدينين، والسيتوسين ويا الكوانين كما موضح في الشكل. الدي ان اي هو عبارة عن دبل هيليكس البيز بير، وهذه الهيليكس هو عبارة عن شريطين مرتبطة مع بعضها وترتبط من الداخل بال الايونيك بوند، الروابط بوند الكترونيه او الكترونيه. فالثايمين والادينين دائما يرتبطون بدبل بوند، الجوانين والسيتوسين يرتبطون ب 3 بوند تربل بوند. هنا الدبل بوند بالنسبه للادينين والثايمين، والجوانين والسيتوسين تربل بوند هو عباره عن هيدروجين هيدروجينيك بوند، اوكي. الميكينج فوسفورس كرونج ذا دي ان اي تشين، اوكي. احنا نحكي عن الريبليكيشن اوف دي ان اي. اهم شيء في عمليه المواد الوراثيه وانقسام الخليه هو تضاعف الدي ان اي، تضاعف ماده الماده الوراثيه. الفاكتور ذات ار ابسولوت ريكويرمنت اوف دي ان اي ريبليكيشن تو بيجن ار ذا فري او اتش جروب اند دي ان اي تمبلت. مراحل التضاعف، مراحل تضاعف الدي ان اي، هي الدي ان اي يمر بثلاثه مراحل لاتمام عمليه التضاعف، اللي هي انيشيشن ستيج. في الانيشيشن بهاي المرحله الانوايندنج اوف ذا دبل هيليكس. احنا نعرف انه الكروموسوم هو مثل الكويل، ملتف مع بعضه على شكل كويل. فلما المرحلة الأولى هو unwinding، يعني يصبح الدي ان اي عبارة عن خيط طويل، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية elongation stage، elongation stage مرحلة الاستطالة، واللي بهاي العملية تم عملية بناء أو تضاعف أو جمع القواعد النيتروجينية وبناء السترند الثاني. المرحلة الثالثة termination، اي الانفصال، عمليه الانفصال. This process of end when the DNA polymerase reaction to end of the strand. فاذا مراحل تضاعف، مراحل تضاعف الدي ان اي هي initiation stage, elongation stage وtermination. الار ان اي هي ribonucleic acid, one of the three major biomolecules along with DNA and protein.
الـ RNA هو يوجد ب الفرق بين الـ DNA والـ RNA أنه الـ RNA contain the sugar ribose instead of sugar deoxyribose. إحنا قلنا بالبداية أنه الـ RNA هو ribose سكر خماسي كامل، بالـ DNA سكر خماسي منقوص. فإذا الفرق بين الـ RNA والـ DNA هو الشوغر، هنا contain sugar ribose، هنا deoxyribose. الفرق الثاني هو القاعدة النيتروجين النيوكليوسايد يوراسيل in place of thymine، بالآر إن إيه تدخل اليوراسيل instead بدل الثيامين. فإذا الفرق بين الدي إن إيه والآر إن إيه هو الرايبوز شوغر والقاعدة النيتروجين. أنواع الآر إن إيه عندنا أربعة أنواع من الآر إن إيه: مسنجر آر إن إيه، رايبوزومال آر إن إيه، ترانسفير آر إن إيه، والرايبوزوم. المسنجر ار ان اي هو اللي يجي يحمل الشفره الوراثيه من النوكلاس ويروح الى رايبوزوم. رايبوزوم الار ان اي هو المسؤول عن بناء البروتينات، جمع المواد المكونات البروتين من السيتوبلازم. والترانسفير ار ان هو الناقل اللي ينقل مكونات البروتين من السيتوبلازم. الكودون، ما هو الكودون؟ هي الجينيتيك كود، هو الشفره الوراثيه. كل ثلاثه نيوكليوتايد يشكل كودون. احنا قلنا نيوكليوتايد هو عبارة عن قاعدة نيتروجينية سكر خماسي وفوسفيت. فهاي النيوكليوتايد كل ثلاثة نيوكليوتايد يشكل كودون، فكل ثلاثة نيوكليوتايد يشكلون عبارة عن شفرة وراثية. لهنا نكون قد انهينا موضوع الوراثة. ننتقل الى المحاضرة الأخيرة من برنامجنا لهذا العام وهي المناعة. مناعة، ما هو تعريف الجهاز المناعي؟ المناعة هو عبارة عن السيستم الذي يدافع عن الكائن الحي من الأجسام الغريبة الغازية. كل جسم غريب يغزو الكائن الحي، فعندنا اكو سيستم يسمى الديفنس سيستم، هو عبارة عن ديفنسيف ميكانيزم أو ديفنس سيستم اللي هو جهاز الدفاعي الدفاعي. فالإميونيتي، تعريف الإميونيتي is a specific defensive of host when a foreign substance or organism invaded. فالمناعة أو هي عبارة عن الجهاز المقاوم اللي موجود للمضيف لأي مادة غريبة تدخل، إن كانت مادة أو كائن حي اللي يغزو الجسم. Specific defensive of host هو النظام المقاومة للمضيف وين عندما foreign substance مادة غريبة or organism أو كائن invades it يغزو هذا الكائن. عندنا التعريف الثاني هو الانتيجينز، ما هي الانتيجينات او الاجسام المناعيه؟ ديفاين اللي هي تعريفها اورجانيزم اور مولكيولز، هو كائن او جزيئه او بارت اوف مولكيول، جزء من جزيئه ذات از ريكوجنايز التي يمكن ان يعني recognized by the immune system اللي ممكن أن تشخص أو تحدد من قبل الجهاز المناعي. فأي جسم، أي كائن أو مولكيول أو جزء من المولكيول بوزن جزيئي معين يدخل إلى الجسم ويتم تشخيصه أو الاستدلال عليه من قبل الجهاز المناعي نسميه antigen. فالantigen may be simple or complex، فأما أن يكون بسيط أو معقد، كان يكون بروتين generally high molecular weight، يجب أن يكون وزن الجزيئي عالي على الأقل 4000 دالتون، أو تكون كربوهيدرات induce specific immune response in organism. فهو الجسم الغريب الذي يكون وزن الجزيئي أكبر من 4000 دلتن اللي يمكن أن يحفز الجهاز المناعي، هذا هو الأنتيجين. فإذا مواصفاته هو قد يكون مولكيولر
كربوهيدرات، بروتين، أي مادة وزنها جزيئي كبير أو كائن يدخل إلى الجسم. الهبتين some foreign substance with low molecules we must attach themselves to a long carrier molecules in order to become antigen, antigenic. فإذا الهبتين هو ما جزيئة صغيرة يجب أن نربطها بجزيئة أخرى حتى تصبح أنتيجين ويتحسسها الجهاز المناعي. مثلا الأجسام الصغيرة اللي ما يتحسس، مثلا الفيروسات ما يتحسسها الجهاز المناعي. ليش؟ لأنه وزنها جزيئي قليل. فمن أريد أصنع فاكسين من الفيروس يجب أن أربطه مع مادة أخرى حتى أكبر حجمه حتى يتحسسه الجهاز المناعي ويبدي يشتغل ضد الانتاج الانتيبادي. فالاميون سيستم ريكوجنايز ا بودي اور سبستانس وذين ذا اورجانيزم از سيلف اور نون سيلف. الجهاز المناعي يتحسس الاجسام بالداخل، قد تكون هاي الاجسام من داخل الجسم او من خارج الجسم. فالسيلف اورجانيزم از سيلف اور نون سيلف. فشنو السيلف؟ Self is any substance that belongs to the organism. أي مادة تعود إلى الكائن، إلى نفس الكائن. أي مادة تعود إلى نفس الكائن. Non-self is any substance or molecule that does not belong to the organism. أي مادة أو جزيئة اللي لا تعود إلى نفس الكائن بس ويتحسسها الجهاز المناعي. Antigen is recognized as non-self by the immune system. الاميون ريسبونس الاستجابه المناعيه. ما هو معنى الاستجابه المناعيه؟ معنى الاستجابه المناعيه the immune response is how your body recognize and defends itself against bacteria, virus, substance that appear foreign and harmful. فالاستجابه المناعيه هي استجابه، هي كيف الجسم يستدل على جسم الغريب، يستدل على الجسم الغريب اللي داخل، قد يكون بكتيريا، قد يكون فيروس، قد يكون سبستانس اللي that appear foreign اللي تبدو غريبة and harmful ومؤذية. هذه الاستجابة المناعية، يعني كيف النظام المناعي يستدل على هذه المواد الغريبة اللي تدخل إلى الجسم ويبدي يشتغل ضدها. فإذا نسميها هو الاستجابة المناعية، أن الجسم قد استجاب، قد تحسس لهذه المادة الغريبة التي دخلت الجسم. الديفنسيف ميكانيزم الميكانيكية المقاومة، يعني مقاومة الجسم إلى المواد الغريبة انكلود النت اميونيتي والأكوارد اميونيتي. النت اميونيتي يعني الناتشرال أور نون سبيسيفيك، المناعة الطبيعية الغير محددة اللي ما حد الإنسان يكتسبها من خلال حياته، تعرضه إلى جرعات قليلة من المواد الغريبة، وبالتالي مع الزمن يبدأ الجسم يكتسب المناعة ضد هذه المواد الغريبة. كان يكون مثلا أنا أتعامل مع مواد وأتعرض إليها بشكل تركيز كلش قليل، كان يكون مادة أو بكتيريا فبالتالي أو فيروس، وبالتالي الجسم يبدأ يتحسسها ويبدأ ينتج أجسام مضادة لهذه الكائنات أو لهذه المواد، وبالتالي تصبح عندي مناعة طبيعية ضد هذه المواد الغريبة. هاي تسمى النت اميونيتي، هي الناتشرال اور نون سبيسيفيك. الاكوارد اميونيتي هذه المكتسبة، المناعة المكتسبة، الادابتيف اور سبيسيفيك. هذه احنا نحث الجهاز المناعي على اكتساب مقاومة ضد فيروس، ضد بكتيريا معينة، اللي هي أنا من خلال البكتيريا، مثلا بكتيريا التدرن، أنا أريد أخلي الجسم يصير عنده مناعة ضد بكتيريا التدرن. فشو أسوي؟ ألقح الجسم ببكتيريا ميتة أو أجزاء من البكتيريا، من هذه البكتيريا، حتى أخلي الجهاز المناعي أو أستحث الجهاز المناعي لبناء مقاومة ضد هذه البكتيريا. فهي تسمى مكتسبة، أي آني خليت الجسم يكتسب مناعة ضد بكتيريا معينة أو فيروس معين. الـ innate immunity
النت اميونيتي كومبوننت اوف ذا النت اميون سيستم، ما هي مكونات النت اميونيتي؟ عندنا الفيرست لاين والسكند لاين. الفيرست لاين للنت اميونيتي هي اولا الميكانيكال بارير، الفيرست لاين او الخط الاول بالجهاز المناعي او المناعه المكتسبه الطبيعيه هو الميكانيكال بارير، المكونات الطبيعيه او الموانع الطبيعيه. ما هي الموانع الطبيعيه؟ بعدين الخط الثاني او النقطه الثانيه الكيميكال اند باي كيميكال انهيبيتورز، وثلاثه النورمال فلورا. نورمال فلورا السكند لاين، الخط الثاني هو السيل، اي السيل اللي هي ناتشرال كيلر الفاكوسايتوسيس، بي سوليبل فاكتور، سي انفلامتوري بارير. نرجع الى الفيرست لاين. الفيرست لاين ونجي الى الفيرست لاين، عندنا رقم واحد الميكانيكال بارير. ما هي الميكانيكال بارير للفيرست لاين؟ عندنا الانتكت سكن، عندنا اول مانع لهذه هو الجلد. اثنين كوفينج اند سنيسينج ريفلكس، القحة والعطسة. فالإنسان من تدخل مواد غريبة إلى الخشن فرأسا يصير عندنا العطسة أو يصير عندنا قحة، هذه استجابة طبيعية. ثلاثة الميوكس سكريشن، الإفرازات المخاطية. أربعة اللايسوزايم ان تيرز، عندنا الإنزيمات الحالة في الدموع. خمسة blinking reflex and tears، blinking reflex، blinking يعني عندنا مثل العين تدمع. أخيرا the hair at the nerves، عندنا الشعيرات اللي موجودة بالخشم. هذه كلها هي موانع طبيعية تمنع دخول الأجسام الغريبة إلى داخل الجسم الكائن الحي. فإذا هي موانع طبيعية للمقاومة، موانع طبيعية للمقاومة. قلنا الفيرست لاين هي الميكانيكال بارير. اثنين الكيميكال بايوكيميكال انهيبيتورز، عندنا سويت اند سبسكرس سكريشن، عندنا التعرق والإفرازات الدهنية، هذه هي جزء من المقاومة، جزء من النظام المقاومة. الهيدروليك انزيمز اند سالفيا، الانزيمات الهاضمة في اللعاب. الاتش سي ال في الاستومك اللي الحامض اللي موجود بالمعدة. بروتيوليتيك انزيمز ان سمول انتستاين، الانزيمات الهاضمه للبروتينات في الامعاء الدقيقه. واللايسوزايمز ان تيرز، اللايسوزايمز الانزيمات الهاضمه او الحاله بالدموع. هاي الكيميكال اند بايوكيميكال انهيبيتورز. الثلاثه النورمال بكتيريال فلورا، احنا نعرف انه بالقناه الهضميه اكو ما يسمى بالنبت الطبيعي للمواد للبكتيريا اللي موجودة في الأمعاء الدقيقة والجهاز الهضمي، اللي هي دائما تكون مفيدة إلى الجسم. هي competition for essential nutrient production of inhibitory substances. Second line، الخط الثاني هو من السيلز. عندنا بالخلايا الجهاز المناعي عندنا natural killer، الخلايا القاتلة، large granular lymphocyte، هاي الخلايا الكبيرة المحببة لأنها cytotoxic lymphocytes. عندنا phagocytosis، الخلايا البلعمية، special cells for capture، للخلايا خلايا متخصصة للالتهام، لنجسد التهام وهضم الأجسام الغريبة اللي تدخل إلى داخل الجسم. البوليمورفو نيوكليك ليوكوسايتس، ميلي نيوتروفيل، اللي هي الانواع الخلايا المتعادله، جرانيولات جرانيولو سايتس سيركولار ان بلاد. سولابل فاكتور،
النوع الثالث او الجزء الثالث هو السوليبل فاكتور اللي هي الاكيوت فيس بروتين بلازما بروتين سي ار بي رياكتيف بروتين الفايبرين هاي كلها موجوده وين بالبلازما. الكومبلمنت المتممات اللي هو البروتين ان سيرم بودي فلويد الانترفيرون اللي هو البروتين اجينس فايرال. الخطوه الاخيره او الجزء الرابع من المناعه الطبيعيه الانت النت اميونيتي هو الانفلمنتري باريرز الالتهابات موانع الالتهابات. التشو دامج باي اوند اور باي انفيدنج باثوجين عندنا النسيج المدمر او المحطم نتيجه الجرح او نتيجه الانفيدنج اوف باثوجين غزو الباثوجين. Inflammatory response, release of chemicals mediate, histamine, fibrin. الإنسان من ينجرح تفرز مادة الهستامين, الفايبرين, cytokines اللي يتمنع تدفق الدم أو ليوقف الدم. The tissue damage, leukocytes, invading micro. هذا هنا مخطط يبين النت اميونيتي مثل ما شرحنا بالنقاط اللي موجوده. المناعه المكتسبه قلنا الاكوايرد يعني اللي هي احنا نخلق مناعه عند الكائن الحي او عند جسم. It is the protective defense mechanism on an organism developed against foreign substances and microbes. This type of immunity is established throughout an individual itself. يعني اللي هي ممكن ان نخلقها من قبل الجسم نفسه. There are two types of acquired immunity. عندنا نوعين من المناعه المكتسبه هي natural acquired immunity الطبيعيه المكتسبه اللي هي عندنا naturally acquired active immunity اللي هي أول نوع هي الأكتيف إميونيتي ناتشرال أكوايرد أكتيف إميونيتي. شلون تصير هاي أكرد تحدث هاي وين أن إنديفيدوال إز إكسبوز تو أن إنفكشن إنفكشس ديزيز عندما يتعرض الكائن أو الإنسان إلى مرض أو مرض معدي إنفكشس ديزيز. ذا إنديفيدوال بهالحالة يكونون الأفراد individual immune system فبهالحالة الجهاز المناعي لهؤلاء الأفراد response يتفاعل by making its own lymphocytes and antibody وبالتالي الجسم يبدي ينتج هذه الأجسام المضادة ضد هذا المرض. مثال على ذلك الآن احنا مثال على ذلك الأشخاص المتعافين من مرض كورونا فيروس كوفيد 19 الشخص اللي يتمرض ينصاب او بهذا المرض ويتعافى يكون قد اكتسب مناعه ضد هذا الفيروس كوفيد 19 وبالتالي راح تكون عنده انتي بودي اللي تمنع الاصابه مره ثانيه او نقدر ان ناخذ البلازما اللي تحتوي على انتي بودي وننطيها الى شخص اخر. هاي يسمى الاكتيف اميونيتي الفعاله المناعه المكتسبه الفعاله. النوع الثاني هي ناتشرالي اكوايرد باسيف اميونيتي وليس الاكتيف. ان الباسيف اكتيفيتي اكر وين تحدث وين ان انتي بوديز الاي جي جي مثلا ار ميد باي انذر اند باس اون تو ذا فيتوس ثرو ذا بلاسنتا made by mother. هذه شلون؟ عندنا مرأة حامل وانصابت بمرض معين كان يكون فيروس قد يكون بكتيريا الجسم صنع انتيبودي ضد هذا البكتيريا أو ضد هذا الفيروس. هاي الانتيبودي اللي هو عبارة عن IgG تمر من خلال المشيمة إلى الجنين اللي تحمل هاي المرأة
وبالتالي يصبح الطفل محصن ضد هذا البكتيريا او ضد هذا الفيروس. هاي تسمى الباسيف ايميونيتي، اي انه اكتسبت من خلال الام. الطفل اكتسب المناعه من خلال الام. لو فرضنا الان امراه حامل انصابت بكوفيد 19، الجسم وتشافت وتعافت، فالجسم قد انتج انتي بودي ضد اي جي جي ضد هذا الفيروس. هاي الاي جي جي الانتي بودي تمر من خلال المشيمه الى الجنين، وبالتالي يجي الجنين محصن ضد كوفيد 19. هاي تسمى ناتشرالي اكوايرد باسيف ايميونيتي، مكتسبه طبيعيه. الان ننتقل من الناتشرال اكوايرد الى الارتفيشيالي. احنا الاولى قلنا الطبيعيه، المناعه المكتسبه الطبيعيه اللي هي ناتشرال اكوايرد اكتيف والناتشرال اكوايرد باسيف ايميونيتي. الارتفيشيالي اكوايرد ايميونيتي المكتسبه الصناعيه، ايضا ارتفيشيالي اكوايرد اكتيف ايميونيتي، وعندنا الباسيف ايميونيتي نفس الحاله. الارتفيشيالي الارتفيشيالي اكوايرد اكتيف ايميونيتي شلون تحدث؟ هاي اكورد وين ان انديفيدوال از جيفن ا فاكسين. عندنا شخص نلقحه بفاكسين، نلقحه بلقاح ضد هذه البكتيريا او ضد هذا الفيروس. ما هو الفاكسين؟ الفاكسين is a substance that contain the weakened of or dead organism. الفاكسين هو عبارة عن كائن مضعف او ميت اللي يحتوي على الانتيجين stimulate the immune response but do not occur major sickness. فهو بما انه مضعف او ميت فهو غير قادر على احداث المرض، ولكن يحفز الجهاز المناعي لانتاج اجسام مضاده لهذه البكتيريا او لهذا الفيروس. وكل انواع اللقاحات هي عباره عن artificial acquired active immunity. البدي ريمبر هذه راح يبقى قد تكون هاي المكتسبه طويلة الأمد أو قريبة الأمد. في بعض الأحيان الإنسان من ينصاب مرة واحدة فيكون قد خلق مواد لطيلة الحياة، مثلا الحصبة، الجدري. الإنسان من يلقح ضد الحصبة أو الرد الجدري مرة واحدة في حياته. ليش؟ لأنكو ما يسمى بالبدي ريمبرز ايجنت. عندها اكو خلايا، عندها الميموري تتذكر هذا الكائن، تاخذ له صورة وتحتفظ بها. فعندما أي ما في أي حالة من تجي هاي الكائن مرة ثانية يغزو الجسم، فالخلايا هاي تتذكر الصورة الموجودة وبالتالي تبدي تنتج الانتيبادي ضده. فالارتفيشيالي اكوايرد اكتيف ايميونيتي، الارتفيشيالي اكوايرد باسيف ايميونيتي اللي هي النوع الثاني شنو؟ هسه النوع الاول هو عبارة عن الفاكسين تلقيح، هذا الاكتيف. الباسيف هو الاكر وين الانتيبادي ار ديفلوبد اوتسايد ذا انديفيدوال بودي اند intravirtually injected into the body. هاي الانتيبادي تنتج في جسم آخر وتحقن إلى الشخص اللي يحتاج هذه المواد، كما هو معمول به الآن استخدام البلازما من الناس المتعافين من كوفيد 19 من الفيروس الكورونا، ويعالجون به او يخلقون او يعالجون به الناس المصابين. هاي يسمى الباسيف ايميونيتي، يعني نكسب مناعه من خلال
أجسام مضادة أنتجت في جسم آخر، أنتجت في جسم آخر غير الجسم المصاب كما هو معمول به الآن. وهذا عندنا أيضا المخطط الإميونيتي، عند adaptive immunity و innate immunity، natural والartificial. natural هي الباسيف والاكتيف، وعندنا الارتفيشال هي ايضا الباسيف والاكتيف، وهي الانتي بودي ترانسفير والامينو اليمينايزيشن الاميونايزيشن. الاكوارد اميونيتي المكتسبه ايضا المخطط مالها ناتشرالي اكوايرد وارتفيشالي اكوايرد، وكل وحده الاكتيف والباسيف والاكتيف والباسيف. الكومبوننت اوف اميون سيستم، هذه المحاضره الاخيره اللي راح نحكي بها مستقبلا وبالتالي نكمل المنهج. مكونات الجهاز المناعي، مكونات الجهاز المناعي نتحدث عنها في المحاضرة القادمة، ومشكورين.